السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمركز الجامعي الجديد اللي راه تقرب الأشغال الانتهاء منه، سوف يفتتح في السنة الجامعية المقبلة، واللي يقع في مدينة خميس مليانة بولاية عين الدفلة. وهذا المركز الجامعي اللي يتسع ل 8000 مقعد بيداغوجي، يتسم بطراز معماري شيق، وإن شاء الله تكون فيه الاختصاصات نتاع يعني البيداغوجية في هذا المركز الجامعي، تكون اختصاصات تتماشى مع المتطلبات نتاع الاقتصاد الوطني، ولكي ندخل في عالم التكنولوجيات نتاع المعرفة والاختصاصات الجديدة اللي يعرفها العالم بصفة عامة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.